يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان لأنفق فيها ولأساهم بها. نعم، يقول المشاريع، ها؟ ما المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان فيجري عليها أجره؟ مشاريع كثيرة الخيرية، منها بناء المساجد، هذا من أعظم المشاريع، منها الأوقاف، الأوقاف الخيرية، صدقة الجارية، منها العلم النافع الذي يخلفه الإنسان في طلابه وفي مؤلفاته، علم ينتفع به، منها سقايات الماء للمارة وللدواب وللحيوانات يحتاجون الماء، كثيرة الشريعة الخيرية كثيرة. نعم.